ليس قصفا أسديا أو روسيا هذه المرة، ولكن زلزال عنيف ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا، مصدره في مدينة غازي عنتاب، ثم وصل تأثيره إلى هنا حيث مناطق الشمال السوري. عشرات القتلى والجرحى في أكثر من مدينة. نحن الآن في مدينة عزاز التي تعرضت أيضا لآثار هذا الزلزال، وحصل هناك دمار في عدد من الأبنية وتهدمت جزء منها كما يظهر خلفي في هذا البناء. هذا البناء الذي كان يقطنه نازحون من مدينة حماة كما ذكر لنا الجيران هنا في المنطقة، وقاموا بترميمه قبل فترة، وقع وهبط عليهم ليخلف ذلك نحو 3 شهداء وعدد من الجرحى. أيضا في مناطق أخرى من مدينة عزاز هناك العديد من القتلى والجرحى، لم تتضح إلى الآن الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا وأعداد الجرحى الذين سقطوا نتيجة هذا الزلزال، بسبب أن توقيت حصول الزلزال كان في قريبا من ساعات الفجر، كان هناك يعني لم يعني يظهر النور بعد، وبالتالي لم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إلى جميع المتضررين. الآن ومع كل ساعة ومع كل دقيقة تظهر إحصائيات جديدة وتحديثات جديدة لفرق الدفاع المدني تتحدث عن ضحايا وقتلى وجرحى جدد. ربما تباينت أعداد الإصابات والشهداء في هذا الزلزال بين مدينة وأخرى. مدينة عزاز هناك حصيلة أولية من مكتب عزاز الإعلامي تحدثت عن وجود 5 شهداء وعشرات الجرحى، ولكن كما ذكرت هي حصيلة يعني أولية بشكل كبير، ودائما وفي كل دقيقة هناك تحديثات لهذه الحصيلة من الشهداء والجرحى. طبعا ربما الأبنية التي سقطت، بعضها سقط بشكل كامل، بعضها تضرر بشكل جزئي، وبعضها سقطت فقط واجهاتها، ولكن بالعموم هناك أضرار كبيرة جدا مادية حصلت هنا في مدينة عزاز، ربما تعتبر سيئة، وهناك أسوأ منها بطبيعة الحال في مدن أخرى مجاورة كعفرين وغيرها. جميع هذه المناطق لم توجد فيها حصيلة نهائية، ولكن الأعداد مرشحة للارتفاع في كل ساعة. فرق الدفاع المدني وصلت إلى العديد من هذه المناطق، وأوصت باتباع العديد من الالتزامات ومن التوصيات للسكان المدنيين المتواجدين في هذه المناطق لتفادي حصول أضرار جديدة مع هزات ارتدادية. الهزات يعني وصل عددها إلى عشرات الهزات التي أتبعت بالزلزال الرئيسي، الذي كما تقول الجهات المختصة والخبراء بأنه وصل إلى 7.7 درجة في مركزه في مدينة عدب، وهو يعني من أعنف الزلازل التي تضرب هذه المنطقة، والتي يعني يظهر جزء يسير جدا من آثارها الآن خلفي في هذا البيت الذي لا يتواجد الآن أحد فيه. خرجت العوائل وهامت على وجوهها في الطرقات، معظم الناس هنا في البيوت، لم يتبقى أحد في البيوت، الناس خرجت إلى الشوارع ويعني ركضت إلى أقرب منطقة ممكن أن تؤمن لها بعض أو تحقق لها بعض الأمان، خرجت بعيدا عن الأبنية التي كما ذكرت هي يعني كثير منها معرض للسقوط ومعرض لأن تتضرر بشكل كبير بسبب أنها تعرضت لقصف سابق ولتفجيرات سابقة. الكثير من الأبنية كما هو حال هذا البناء الخلفي أيضا تعرض لقصف سابق، وبالتالي كان ضعيفا وانهار بهذه الطريقة. أيضا هناك يعني حول منطقة عزاز العديد من المخيمات السكنية حديثة الإنشاء، والتي تعتبر أساسها العمراني ضعيفا نوعا ما مقارنة بالأبنية السكنية الأخرى، وبالتالي ضحايا من المدنيين وتوصيات من الدفاع المدني الذي تستمر فرقه بالعمل حتى هذه اللحظة. فرق الإسعاف وسيارات الإسعاف لم تتوقف عن العمل منذ لحظة حدوث الزلزال الأول، وتحديدا في الساعة 4:08 من فجر هذا اليوم إلى الآن العمل مستمر بشكل كبير، تتنقل لتبحث عن عالقين وضحايا هنا وهناك. أيضا يعني المناطق الأخرى في مدن شمال وشرق حلب كلها تعرضت لآثار هذا الزلزال، وهناك أيضا إحصائيات تصدر منها بشكل متواتر عن ارتفاع مضطرد في أعداد الشهداء والجرحى. طبعا يعني إلى الآن ونحن قادمين لتصوير هذا المكان كان الناس لا يزال قسم كبير منهم في الشوارع في سياراته دون أن يستطيع العودة إلى منازلهم بسبب الخوف من حدوث
هزات ارتدادية أخرى، وهو ما حذرت منه الجهات المختصة بالزلازل، وقالت أن المنطقة معرضة لعدد من الهزات الارتدادية الأخرى. إذن مشهد مأساوي ومؤلم يضرب هذه المناطق اليوم. الحزن يخيم على كثير من البيوت، والناس إلى الآن يعني تشعر بقلق كبير جدا ولا تعلم يعني ما تصنع. مأساة جديدة إنسانية ومتعلقة بظروف مناخية وطبيعية هذه المرة، ولكنها تضاف إلى قائمة طويلة من سلسلة المآسي التي يعاني منها ويعيشها الناس المتواجدون في هذه المناطق، والذي يعني نرصد الآن جزء كما ذكرت يسير جدا من آثار هذه المأساة الأخيرة من هنا من مدينة عزاز.